وانا ولات عندي عقيده، الابهار ولا عندي عقيده، وليت مزيان في الانشاء. لا اتذكر يوما جيت انا الثاني في الانشاء، لا اتذكر. وغادي ندوز واحد المرحله ديال الابهار من اللغه كاداه للتعبير الى المحتوى. كانت العروض، ما عرفوش كانت في الجيل ديالكم ولا لا، واش باقا كل تلميذ خصو يدير واحد العرض بين الفينه والاخرى، وتما فليتنافس المتنافسون. وليت كنقلب على مواضيع كنجيبها من البكالوريا، كنجيبها دائما من خارج السياق، لان الاستاذ بوميشي الله يجازيه بخير علمنا واحد الحاجه، لا نوسيون دو لوريجيناليتي، ما تمشيش الفكره السهله. ولا زلت اشتغل بهذا المبدا في اعمالي التلفزيونيه. شوفي الابهار كاداه للتحصيل، وهذوك المواضيع كنمشي نقلب عليهم باش ندير العرض، وبديت كنشتغل على الشكل، المحتوى، الطريقه، وكل مره خص يكون مبهر جميع المراحل. مثلا شي مواضيع مثلا كتبتي مش باقي في الذاكره ديالك شي حاجه؟ شي مواضيع في الملاحظه، شكون يعقل على الملاحظه؟ كما في الاوبسرفاسيون درت واحد العرض على اللي هو السادس دابا، ياك السادس، عرض على الفرق بين الغريزه والذكاء. اتونسيون بلا ورقه، لان مهم هذه الجزئيه ديال بلا ورقه باش تبان عندك تمكن وكتولي عندك حظوه. وما حد الكلام كيلفتوا فيك ملي كتقرا في القسم، وما حد الاستاذ تيطلب كلام من اقسام اخرى يحضروا العرض ديالك، وانت تدير مزايده في الرغبه في الابهار. لا سيما ان مرحله المراهقه تحولت فيها اللغه ومفهوم الابهار الى اداه لاثبات الذات، الى اداه للثقه في النفس، وهذه المساله كانت حاسمه في التمدرس ديالي. السمه الثالثه تفضل في الاعدادي، علاش الاستاذ خصو يكون مبهر بالنسبه ليا، ولكن يكون عنده استعداديه لالتقاط الابهار. استاذ العلوم لاحظ ان الرسم ديالي يحاكي الحقيقه بواحد الدقه كبيره، قال لي انت خصك تقرا الرسم، وانا ندوز فنون تشكيليه في اول فوج ديال فنون تشكيليه في المغرب. استاذ ثاني مراكشي، هذوك المراكشيين هبه الله الى المغرب. مراكشي كيقرر لنا اللغه العربيه، وجاتو الاخبار بانني تنقلب، اي كاينه واحد القدره على محاكاه الواقع. كنقلدو مراكشي ساهل باش نقلدو، غير شويه الملاحظه، هو من النوع الذي يفخم اللام، كيقول طلعت والله ربع، وكان يضحك هذاك الشيء، ما كانش يعاقبني، كان كيقول لي اجي اخر الحصه قلد لي كيضحك، دابا قلد الاستاذ فلان، قلد يلا الحفلة ديال عيد العرش غادي تقلد هذا الأستاذ، هذا الأستاذ إلى آخره. ولات عندي واحد الحظوة ثاني إضافية. نقطة تحول، هو هذا الأستاذ قلدته شي مرة أمام قاعة الأساتذة، عيط لي قال لي مزيان ولكن، وهذا مزيان ولكن مهم في التربية، لا قال ولكن، قال لي مزيان ولكن يعني ما عاقبنيش، قال لي السياق اللي درتي فيه هذا التقليد ماشي مناسب. مش عند الاخ ديالي الله يرحمه قال لي خوك خصو عنده هوايه مشتته وغير مؤطره، خصو يقرا المسرح. العام اللي موراه دخلت المسرح، كنقرا المسرح في المعهد ديال الدار. علاش بالنسبه لي انا في الذاكره ديالي في الوجدان ديالي كنحتفظ بهذه الخصله، بهذه الفضيله، فضيله الابهار عند المدرس، كذلك في المنهجيه ديالو، في السجيه ديالو، في طريقه التعامل ديالو، ولكن ايضا في القدره ديالو على استشفاف هذه الميزه عند التلاميذ.
يعني بانه كان كما قلتي كان واحد نوع ديال الابهار من طرف التلميذ حسيفد، وكان ابهار ايضا من طرف المدرس. هي معديه، هي ظاهره معديه، وهي في القدره ديالو ايضا على التقاط ديك الموهبه ديالك. يعني هذاك الاستاذ اللي قلتي من راشي كان ربما بانه تعامل معك واحد التعامل فضل وميكسش فهاد الموهبه ديالك. نعم. اذا غنمشي معك لمرحله اخرى من حياتك، هي تكلمت عليها، فانت في قسم المسرح شعبه الفنون التشكيليه جابر المحيان في الدار الملك. واش ملي كدوز هاد المرحله هادي ديال التخصص، واش هاد الابهار هذا ما كيبقاش كينعادل نوعا ما خصوصا عند المدرسين؟ لا، كيبقى يعني تخصص، كاين تخصص فعلا، كندخلنا المرحله ديال التخصص، ولكن اخذ شكل اخر هنا الابهار، لاننا امام اساتذه عندهم واحد تمكن معرفي مرتفع، خصوصا الشخصيات ديالهم هنا خلقوا واحد المجال تعبيري في الفصل، ربما طبيعه المواد كتساعد على هذه الامور اللي فيها مجال التعبير، مجال التعبير التيني، كاين مجال التعبير، كاين مجال التواصل مفتوحين، كاين واحد العلاقه فيها اريحيه، فيها ود كورديال، ريلاسيون كورديال بحال الاصدقاء الى اخره، وتحولوا تحولوا بحال مريدين الاساتذه ديالنا، شي مريد بحال عفوا بحال دي مونتور، حنا اللي كنا مريدين بحال دي مونتور مرشدين وملهمين. حتى طبيعه المواد اللي قرينا كتعتمد على التحليل، على ابداع الراي، على تكوين راي، وانتقلنا من واحد التعليم اللي هو فيه ها الشر ها الخير، شويه دغمائي، شويه ها الحقيقه، انت غير حفظها وشي دارينا نهار الامتحان، تحولنا لواحد التعليم اللي تطلب منك تلقى حقيقه ديالك. فنون تشكيليه مبنيه على التحليل، على الملاحظه، المسرح ايضا، ربما طبيعه المواد ساعدونا على ان الاساتذه يخلقوا واحد المجال ديال الابهار. المساله مشات حتى للمؤطرين ديال الشعبه اللي كنت كنقرا في الرباط في السفير، انا قريت في السفير، وليت كانوا مبهرين المؤطرين، كتولي انت كطالب استاذ كتولي تقول انا بغيت نولي غير بحال السي بن عبد الله الله يرحمه، بغيت نولي بحال السي القاضي، بحال السي المرابط، لانهم كانوا ملهمين في شكلهم. المسألة أساسية، ربما كما قلت لكم أنا كنهتم بزاف بالشكل، تداعيات الإنسان الخارجية من سلوك ولباس ورقة وأناقة، ربما، ولكن هذه مسألة مبهرة، يقدر التلميذ يكون مبهر وهو منطوي، فقط النتائج ديالي يكون مبهر، لأن رافقتني في جميع المحطات ديالي ديال التكوين. أنا كان عندي سؤال على سبب اختيارك للتعليم، ربما بانه كان ممكن بانك دير اشياء اخرى، ولكن كنظن بانه ربما القدوه هذا الاثر الطيب اللي خلاه الاساتذه خلاك تخطر. باين. سؤالي لك بانه ملي دزتي لمرحله اخرى، هي مرحله بانك مدرس واستاذ، واش كنت مبهر للتلاميذ ديالك؟ كانت الرغبه اكيد، وكاينه الحاجه الابهار من السياق اللي جيت نقري فيه هنا. انت كتعرفوا شويه لانك قريتي في الصدفه بانه قريت في نفس الثانويه اللي كنت كتقري فيها وفي نفس الوقت اللي كنتي استاذ ديال اخت ديالي. دونك كنجي كتعرف كانت ثانويه نموذجيه في السلك الثاني، الدراري شويه بالنسبه لهم جيت رسم كانت ماده مهمشه لي نوعا ما، وكان الحاجه ديالي في الابهار مضاعفه، لا سيما في ضبط الحصص وفرض واحد النوع من الانضباط، وهذا الانضباط كان موضوع نقاش، عمرني ما درت لو جوندار دو لا كلاس، سيتي لا بيغ سيتياسيون اللي يقدر يطيح فيها المدرس. اول درس بالنسبه لي انا هو الانضباط، وهذاك الانضباط يتفاوض عليه، لان كاين سياقات اجتماعيه جغرافيه، في كل مره هذاك الانضباط هو اللي غادي يخلينا نسمعوا لبعضياتنا. وكنت كنناقشهم، كانت واحد التقنيه درتها بوحدي، والهندام ديالي راك شتي كيفاش. لا غير واحد الشهاده شتيها، وتذكر بانك ملي كنت استاذ كنتذكر مزيان ديك الساعه كنت تلميذ ثانوي تاخذ منافع، كان بانك كنت كتجي للبنات انت بحال خارج من شي فيلم غريب، كان عندك واحد الشعر طويل، راه ما غايتيقولش لك انه شعر طويل. قول عليهم قول عليهم. كنتعمد يكون عندي واحد الهندام خلاف سيدي ادريس الله يرحمه، يكون قريب من الطلبه، لا سيما حتى فارق السن ما كانش كبير. فكان نوع من الاحتيال على الاهتمام ديال الطلبه باش نجيبهم عندي الحصه
درت واحد التقنيه كنسميها صرامه اكتوبر ولولونه نوفمبر. وكنت كنمشي بتدرج في الصرامه. بمعنى انني كنمشي بتدرج في الصرامه. لما كتهبط القصه كاين اللي غادي يقول كاين اللي بلا ما كاين اللي بحال شي ماده كيجيو من الاقصى اخرى. على محل يعني بالنسبه لي كما قلت لك القاسم المشترك في هذه التجارب كامله سواء كمدرس او ثم خلقت واحد المحترف ديال المسرح مهمه بزاف في التكوين ديالي الشخصي. محترف ديال المسرح في هذه الثانويه جوائز وتكوين ولا بالنسبه لي بحال شي مختبر تقني. مختبر تقني في المسرح كانت يعني كان عندها واحد الاثر كبير على ما اقوم به اليوم الان كفنان. دونك هذا هو هذه المرحله وندوزو الان المرحله الثالثه هذيك القطعه الثالثه من علاقتك بالتعليم. يعني بانه كما تحدثتي كان عندك هنا القضيه ديال الابهار كتلميذ كمدرس ولكن وضعيتك كولي امر واخا المصطلح ديال ولي امر مابقاش كنستخدمو بزاف يعني كاب للتلاميذ اب تلميذين يعني كاين في نفس الوقت هذيك واحد النوع ديال المسافه واحد النوع ديال البرد يعني ان ابسونس وان ديستونس في نفس الوقت. واش هاد القضيه ديال الابهار لا سيليكسيون بقات حاضره حتى عند علاقتك يعني تحولها تنقلها للابناء ديالك؟ على الاقل كنت اتعقبها في الاساتذه. الابهار هنا في هذه المحطه فين كاين؟ هو ان انا عندي تجربه ديال المدرس كنت كنشوف اباء وامهات التلاميذ كنتكلم معها والاخطاء اللي كانوا كيطيحوا فيها. شنو هو الخطا؟ اولهم ان بزاف ديال الاباء والامهات ديال التلاميذ يعتقدون انهم يعرفون ابنائهم في الفصل. هو سميتو التلميذ ما سميتوش الولد بنتي ولا ولدي شخصيه اخرى. عنده شخصية أخرى كيتسحابوا أنك يعرفوا ولادهم في المدرسة وهذا خطأ لأن بروتوكول السلوكاتي ديال المدرسة يختلف وهذاك الولد في إطار الأدابتاسيون ديالو كيولي شخص آخر تقريبا. فالحال باش ما نطولش عليك كنخلق تواطؤ مع المدرس تواطؤ جميل وهادئ باش ما يكونش تجنج باش ما يكونش كذا لان هو مصدر المعرفه ديالي لولدي في المدرسه. بقات حاضره حتى عند علاقتك يعني تحولها تنقلها للابناء ديالك؟ على الاقل كنت اتعقبها في الاساتذه. الابهار هنا في هذه المحطه فين كاين؟ هو ان انا عندي تجربه ديال المدرس كنت كنشوف اباء وامهات التلاميذ كنتكلم معها والاخطاء اللي كانوا كيطيحوا فيها. شنو هو الخطا؟ الاول هو ان بزاف ديال الاباء والامهات ديال التلاميذ يعتقدون انهم يعرفون ابنائهم في الفصل. هو سميتو التلميذ ما سميتوش ولد بنتي ولا ولدي شخصيه اخرى. عنده شخصيه اخرى كيتسحابوا انك يعرفوا ولادهم في المدرسه وهذا خطا لان بروتوكول السلوكاتي ديال المدرسه يختلف وهذاك الولد في اطار الادابتاسيون ديالو كيولي شخص اخر تقريبا. فالحال باش ما نطولش عليك كنخلق تواطؤ مع المدرس تواطؤ جميل وهادئ باش ما يكونش تجنج باش ما يكونش كذا لان هو مصدر المعرفه ديالي لولدي في المدرسه. ثم اتعقب يعني مجال الابهار ولكن ما كانوش مشاكل كثيره لانهم كانوا في المستوى بعد الحالات هنا وهناك ولكن كنت كنخلق تواطؤ مستمر باش نكون انا كاب تلميذ نكون مبهر للاستاذ يعرف كاين تتبع كاين اهتمام كاين اهتمام به ايضا بمردودياتي. ولدي كان كيقرا في المعارف واحد المدرسه صغيره قدام داك الشيء ديال البتيت سيكسيون مرة مرة كناخذ واحد الوردة مع واحد مول الورد كيديه الأستاذة ديالها وخص تواصل مستمر وثناء لأن الأستاذ رغم تكوينه رغم التجربة ديالو غادي يجيو واحد اللحظات ديال العياء خصو مرافقة من طرف
من طرف الاب ديال التلميذ ولا الاب ديال انا ما تنقولش هذا الشيء اللي كاين مجاني، انا تنتكلم على تجربتي. وعندها الاباء والاولياء ديال الامور ديال التلاميذ خصهم يوعوا بان هو ما خصهمش. انا ما كنتش من هواة محاكمه الاستاذ، يعني لماذا هذه ولماذا هذه، مش كنرافقو ويرافقني. وكنظن هذا هو مجال الابهار اللي خصو يكون عند اي اب او ام تلميذ. كاين شي مشاكل ايضا ربما تقدر تكون في العلاقه هذه المدرس مثلا كولي امر وكاب؟ كاين مشاكل، ولكن انا شخصيا ربما تجربتي كمدرس نفعتني، لان كنت من لابارير من هي شفت المشاكل اللي ما طحتش فيها. سي حسن، واحد السؤال اخير ربما سؤال ما طولتش لا ما بقيتش عشان واش حسن الاستاذ كان مبهر الحسن الفنان؟ شنو استفدت منه؟ شنو حسن الفنان استفدت من حسن الاستاذ؟ العملية ديال الابهار وديال السيديكسيون. يعني سؤال ولكن شوف انا نقول لك واحد المساله، الحاجه اللي تعلمت كفنان اللي تعلمتها هما واحد قيم في الاشتغال ولا دي بروسيس دو فونكسيونمون ان توك ارتيست. شنو تعلمت من التعليم هو الابداع الجماعي. كنجيب الاولاد كندير بهم مسرحيه، وهذيك المسرحيه بحال شي قطعه لغويه تماما كما علمنا سي بوريشي وسي كسار الى اخره، كنمشيو لواحد القطعه ومن هناك نخرجوا الدرس، كندير مسرحيه ومن هناك كنخرج تقنيات التشخيص، وكنمشي مع الاولاد من اختيار النص وبروسيد باغ اليمناسيون واحد اللائحه الى كتابه النص الى الاخراج الى التشخيص الى توزيع الادوار. والحاجه الاساسيه اللي عطاتني واحد المسافه عند الزملاء ديالي في التمثيل وفي التلفازه، واحد الخصله ربحتها من هذا المحترف المختبر ديال المسرح، هو انني راكبت واحد الخبره مشاكل التقنيه في التشخيص للمبتدئ والمغمور، وربما هذا هو اللي خلاني ننجح مع بزاف ديال المبتدئين في التلفازه. وهذه جات من موقعي كمدرس. يعني شفناهم مثلا بزاف ديال التجارب شاغلين تي في مجموعه ديال الامور، يعني دائما كتلقى عندي شباب وكتلقى عندي مبتدئين وناس مغمورين، ولكن لماذا؟ لانني كنعرف مشاكل المبتدئ، مشاكل الالقاء، مشاكل التعبير الجسدي، مشاكل تطوير الخيال، مشاكل كتستافد من ذاك الطراوه ديالهم والرغبه ديالهم في النجاح، وفي نفس الوقت كتعرف مشاكلهم تحلها بسرعه، الشيء اللي ما يمكنش في لو بروسيس نورمال دو برودكسيون اوديوفيزيوال. ما كاينش مجال عندهم في الانتاج التلفزي انه يخصوا واحد الحيز لمعالجه المشاكل التقنيه في التشخيص عند المبتدئين. ما كاينش هذه الساعه. سي حسن شكرا لك. شكرا لك. ما كرهتش اني ندوز معك هذا الشيء. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.